مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا، وسعدنا اليوم أن يكون ضيفي وضيفكم الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فندم. الأستاذ مجدي جورج، مدير عام شؤون التخطيط والإحصاء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فندم. إحنا سعداء أن حضرتك موجود معنا النهاردة في برنامجنا، وسعداء أن إحنا موجودين مع حضرتك. الله يخليك. دائما بنحب نسلط الضوء في برنامجنا على كل ما هو ايجابي في المجتمع المصري. واحنا عارفين ان التعاونيات او الاتحاد العام للتعاونيات بشكل عام ليه باع كبير في المجتمع المصري للخدمات للمواطنين وقت الازمات، وليه حاجات كتير. فعايزين نعرف من حضرتك التعريف، يعني ايه اتحاد عام للتعاونيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر سيادتك وبشكر القناه على استضافتنا اليوم انا وزميلي الاستاذ مجدي جورج، او الدكتور مجدي جورج، لانه يعني بيخلص الدكتوراه. اكيد طبعا احنا سعداء ان حضراتكم موجودين معانا. دكتوراه في التنميه، الحركه التعاونيه العالميه، يعني مش هتكلم كتير عن عالميا عشان المشاهد يستوعب معانا اللي بنشرحه. يعني نشأت سنه 1844 في انجلترا على اثر الثوره الصناعيه في اوروبا. تعطل عمال غزل ونسيج، بدأوا يلجأوا إلى الوسيلة التعاونية، وعملوا جمعيتهم سنة 1844 في قرية روتشيدل في ولاية لانكشاير في مانشستر في إنجلترا. لما ننزل بسرعة على مصر، عمر لطفي رحمة الله عليه كان من يعني العلماء الأجلاء، سافر إلى إيطاليا وإلى ألمانيا ودرس الحركة التعاونية، ثم جاء ينشر الوعي هو وأخوه أحمد لطفي. وأول جمعية عملوها عندنا في مصر سنة 1908 في شبرا الخيمة، جمعية تعاونية زراعية. ثم ثلاثة بعد كده الجمعيات الاشتراكية في موظف الحكومة في اسكندرية سنة 1911. فالحركة التعاونية حركة قديمة، وهي حركة أزمات زي سيادتك ما قلت في البداية، ويعني دورها التصدي للأزمات. عشان كده علماء التعاون في العالم كله بيقولوا ايه؟ التعاون وليد الحاجة، والتعاون لحل المشكلات. يعني مش واجهة اجتماعية التعاونيات، لا، ده هي جات عشان وليدة الحاجة، احتياجات الناس متكررة ومتزايدة وباستمرار، فتأتي الحركة التعاونية لكي تحل هذه المشاكل. المجالات اللي بيشتغل بيها ولحل مشكلاتهم، كل ما يتعرض لمشكله، زي ما انا بضرب مثلا حتى في كليه الحقوق جامعه القاهره لطلبه الماجستير والدكتوراه، ان عندنا لما الدوله تخلت جزئيا عن نقل المواطنين، طلعت لنا جمعيات نقل الركاب، جمعيات اشتراكيه وجمعيات انتاجيه على مستوى الجمهوريه، هي دلوقتي اللي بتحل مشكله نقل الركاب في على مستوى الجمهوريه. يعني حضرتك اسكانيه وانتاجيه لما نيجي سيادتك مستعجلني، لما نيجي نشوف انواع الحركه التعاونيه، اولا في العالم كلها ملهاش انواع معينه، لكن كل دوله حسب ظروفها. يعني عندنا في مصر عشان نعمل فوكس على مصر، عندنا خمس انشطه: التعاونات الزراعيه اللي قلنا اول جمعيه نشات في شبرا النمله، جمعيه زراعيه 1908. وعندنا جمعيات استهلاكيه، وعندنا جمعيات اسكانيه، وعندنا جمعيات انتاجيه حرفيه، وجمعيات صيد الاسماك الثروه المائيه. الخمسه دول بيلعبوا دور خطير جدا في الـ الاقتصاد المصري. لما كان ليا شرف لقائي مع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحاديه في اكتوبر 2016، على مدى استمر اللقاء حوالي 40 دقيقة، وكان في حضور السفير علاء يوسف، شرحت لفخامة الرئيس دور الحركة التعاونية في المجالات الخمسة والمشروعات الكبرى، والتعاون الزراعي يساعد ازاي في مشروع المليون ونص فدان، التعاون الاستهلاكي ازاي يحل مشاكل الناس والازمات. حتى يوم قال لي طيب ما في أزمة السكر، قلت له يا فندم احنا السكر السلعة الوحيدة اللي تبع الدولة. ففعلا نزلت مقصر الاتحاديه، لقيت وزير التموين محمد علي الشيخ جاي يجري، واعطانا يعني موافقه يعني ناخد سكر احنا نزيله بس نحل المشكله.
وكنت انا وزميلي الاستاذ مجدي جورج اللي معايا في الحلقه مع الدكتور حافظ سلبي مع الاستاذ حسام حنفي يوميا في شرق القبضة للصناعات الغذائيه بناخد تصريح للجمعيات. فعلا خلال اسبوعين انتهت الازمه. كان السكر ده عامل زي يعني تذكر انت كان في ازمه فعلا كان اللي تدي له كل سكر ده بتاع تدي له هديه يعني. اكيد. فبالتالي يعني الحركة التعاونية دورها تصدي للأزمات وحل مشاكل الناس. الدكتور فؤاد محي الدين رحمة الله عليه رئيس مجلس الوزراء الأسبق سنة 80 في مجلس الوزراء خد قرار في مجلس الوزراء يا اخوانا أي موقع عمل فيه 100 عامل فأكثر يعمل جمعية تعاونية سلكية. أكيد إحنا عارفين إن مجال الجمعيات والتعاونيات مجال كبير وعارفين إن فيه أكتر من تخصص وعارفين إن حضرتك بالأخص يعني كنت دايما واقف في المجتمع المصري الحمد في أزمات لله. كتير الحمد لله. وعرفنا إن في دور كبير حضرتك قمت بيه في الإسكان برضو من التعاونيات حل مشاكل السكر مع اتحاد التعاون الإسكاني السمكية زي ما حضرتك قلت والزراعية وفي جميع المجالات اللي موجودة في المجتمع المصري وفي خدمات كتير الاتحاد العام بيقدمه للشباب وبيقدمه للمواطن المصري. نحب برضو نعرف السادة المشاهدين الخدمات اللي احنا بنقدمها لهم. ف يعني لما نقول طب حجم الحركة التعاونية في مصر كام؟ عندنا 12,000 جمعية 12,000 جمعية تعاونية ما بين زراعية واستهلاكية وإنتاجية وإسكانية وصرامائية فيها 18 مليون عضو مؤسسين الجمعيات دي فيها حوالي 3,000 وأكثر من 3,000 عامل بيعملوا في الحركة التعاونية مؤمن عليهم ومنضبطين وكل حاجة يعني عندنا 3 مليون أسرة يعني كل رأس مالها أن تأكل وتعيش من التعاونيات طيب دكتور مجدي احنا سعداء ان حضرتك موجود معنا النهارده وانا اسعد واحنا عارفين ان زي ما احنا قلنا ان التعاونيات دايما هي المواجهة في الأزمات او حل مشاكل كتير بتكون موجودة في المجتمع المصري احنا موجودين فيه. نعرفين ان المجتمع المصري والشباب اللي موجودين في المجتمع المصري هي الطاقة المنتجة لأي مجتمع مصري موجود. ازاي حضرتك بتقدر ان انت توجه خدمات للشباب ومن خلال التعاونيات او ازاي ان انت بتستثمر طاقة الشباب دي في انتاج للمجتمع؟ هو بالنسبة للحركة التعاونية بتقوم بدور كبير جدا في توجيه الشباب وفي القيام باعمال من خلال الحركة التعاونية. يعني الاتحاد التعاوني الانتاجي عبارة عن مجموعة جمعيات بتضم مجموعة كبيرة جدا من الشباب في الورش سواء كانت أحذية صناعة أخشاب كل ده بيتوجه المجهود بتاعهم داخل جمعيتهم وبالتالي الحركة التعاونية بتدي فرصة كبيرة جدا للشباب ان هم يشتغلوا وان هم ينموا طاقتهم وان هم كمان تاني نساعد الحركة التعاونية تساعد في حل أزمة البطالة في مصر. وبالنسبة للمشروعات الصغيرة احنا عرفنا ان عندكم برضو في الاتحاد العام بتوفروا مشروعات صغيرة للشباب من خلال التعاون الانتاجي بنواجه التعاون الانتاجي ينشئ جمعيات يندرج فيها الشباب والمرأة بالذات لان المرأة تمشي مع الملابس الجاهزة والتريكو والمسائل في التعاون الانتاجي واهتمام بالشباب اهتمام كبير جدا وبنساعدهم في اي مشاكل تتعرض لها. احنا اسعدنا ان احنا جينا لحضرتك كان في مؤتمر صحفي شفناه عند حضرتك في مقر الاتحاد العام هناك في ميدان لبنان واسعدنا اللقاء الله يخليك شفنا مع حضرتك واتكلمنا مع حضرتك هناك. طب ايه رايك احنا نطلع نشوف التقرير اللي احنا عملناه هناك ونشوف المؤتمر اللي احنا حضرناه ونرجع تاني ماشي أعزائي المشاهدين من داخل مقر الاتحاد العام للتعاونيات بجمهورية مصر العربية وهذا المؤتمر الصحفي حول حكم المحكمة الدستورية الخاص بالعلاقة بين المالك والمستأجر وتداعياته وتأثيره على التعاونيات في جمهورية مصر العربية. ابقوا معنا في حلقة قوية لتغطية هذا المؤتمر. بنعمل ندوات كثيرة جدا للشباب هنا وفي كل الاتحادات التعاونيه في القاهره عشان نحفزهم على العمل العام
وان هم ينخرطوا في العمل العام يعني. جزء كبير من الموجودين في القريه لا يعملون بالزراعه، يشتغلوا في المدينه بيروحوا اخر النهار في البيت هناك، لكن ما عندهمش الخدمات اللي موجوده في المدينه. المدينه في هيئه استرزاق وتجميل، وفي صناديق اقامه متوزعه، وفي العربيه شركات النظافه بتقوم بالدور. لكن القريه دي احنا نسينا ان القريه تحولت لمدينه صغيره ومحتاجه لنفس الخدمات بتاعه المدينه. هنا مين اللي يعمل الكلام ده؟ مش الدوله اللي هتعمله، الدوله تقدر تعمل كل حاجه. ومعانا الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا يا فندم، كل سنه وانتم طيبين، وسعداء جدا بوجودكم معانا، وهتبقى في لقاءات كتيره جدا عشان بعث الحركه التعاونيه، اعاده احياء الحركه التعاونيه المصريه يعني، اللي بدات من سنه 1908 على يد المغفور له وعمر لطفي. عايزين حضرتك تكلمنا عن اهداف المؤتمر وتاثره على المجتمع. يعني المؤتمر احنا قلنا عايزين نعمل حلقات نشر وتوعيه للحركه التعاونيه المصريه عشان المشاهد المصري والجمهور المصري والمسؤولين المصريين يعرفوا دور الحركه التعاونيه. زي ما معاكم في الاوراق عندنا 12,000 جمعيه تعاونيه ما بين استهلاكي واسكاني وزراعي وزراعه مائيه وانتاجي، فيها 18 مليون تعاوني، وفيها 3 مليون واحد بيعمل في الحركه التعاونيه المصريه. عايزين نعرف من حضرتك الخطط المستقبليه للجمعيه هتعمل ايه الخطه المستقبليه للتعاونيات. لما قابلت فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحاديه، استمر اللقاء حوالي 40 دقيقه في وجود المستشار عمرو والمستشار الرئيس والمتحدث الرسمي. اتكلمنا في الحركه التعاونيه ودورها، التعاون الزراعي بيعمل ايه في المليون ونص فدان، التعاون الاسكاني بيعمل ايه في حل مشكله السكن، اتحاد التعاون الاستهلاكي بيحل ازمات الناس، وكان فيها حتى ازمه السكر يوميها وقدرنا الحمد لله نحلها، والتعاون الثروه المائيه ازاي نجد المستهلك المصري يجد السمك بسعر مقبول يعني. طبعا احنا عارفين ان الشباب والمراه هم العمود المجتمع، العمودين الاساسيين طبعا. عايزين نعرف بقى دور الجمعيه في الشباب والمراه، ايه الخدمات اللي بتقدمها للشباب والمراه؟ انت عارفه عشان قضيه التشغيل فالتعاونيات احد المنافذ الرئيسيه لتشغيل الشباب. يعني انتوا بتوفروا فرص عمل للشباب. جدا للشباب. طب ليه ما نعملش مثلا زي منتدى ان احنا نجيب الشباب فيه ونوظفهم، يعني زيهم مثلا كده مثلا في الشهر، ونبدا ان احنا نجيب الشباب ونبدا في يعني توظيفهم كده من غير اعلام حقيقه يعني. يعني بيجيب الشباب، شرفنا برنامج اهل كايرو انه يصور حاجه زي كده ان شاء الله. يعني بنجيب الشباب وننشئ معاهم جمعيات تعاونيه انتاجيه او استهلاكيه عشان تبقى فرص عمل كويسه جدا لهم يعني باذن الله ان شاء الله. استمتعت بحديث حضرتك معايا النهارده، ولينا لقاءات في الاستوديو مع استاذ سامر بسيوني، وسعدني وشرفني ان حضرتك كنت معايا، وبشكر حضرتك. ربنا يخليك ونلتقي على خير يا رب ان شاء الله. ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير، وبشكر طبعا الزميل الاعلامي الدكتور سيد محروس ونرمين على التغطيه الجميله، وبنشكر ضيوفنا النهارده طبعا الدكتور احمد عبد الظاهر والاستاذ مجدي جورج. واحنا شفنا ان الاتحاد دايما واقف في المجتمع المصري بازمات، الحمد لله، ما هو من ساعه ما انشا، وحضرتك قلت نشاته، واتكلمنا عن النشاه بتاعته واتكلمنا عن حاجات كتير، ولكن احنا شفنا عند حضرتك في مؤتمر صحفي اتعمل إن في بعض المعوقات بتعوق الاتحاد التعاوني في هذه الفترة، إيه هي المعوقات اللي بتعوق؟ هو والله يا أستاذ تامر، أنا في حديثي مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، اتكلمت معاه بالتفصيل في التعاونية دي تعمل إيه مع الدولة؟ زي ما قلت في التقرير ده، التعاون الزراعي يعمل إيه مع في الإصلاح مليون ونص فدان؟ الصالة السمكية تعمل ايه لما نطور المصايد والزراع السمكي؟ والإسكاني بيحل مشكلة السكن للناس ازاي؟ والاستهلاك يضبط الأسعار في السوق ازاي؟ والإنتاج يساعد الشباب والمرأة في التعاونات الإنتاجية ازاي؟ الفكرة إن المعوقات إن عايزين إعادة إحياء الحركة التعاونية.
يعني نعمل ضجه اعلاميه كده نعرف الناس بايه قيمه الحركه التعاونيه، لان اللي بيحصل ان حتى يعني كثير من اساتذه الجامعه كان يتكلم عن المجمعات الاشتراكيه، لان المجمعات الحكوميه قال انها جمعيات وتيجي سلبيات المجمعات دي يا استاذ تامر تتحسب للجمعيه علينا احنا. ايه الفرق بين الاثنين برضو عشان نوضحهم للساده المشاهدين؟ المجمعات الاهرام والنيل واسكندريه دي مجمعات حكوميه، شركات حكوميه ليست جمعيات تعاونيه، لكن المفهوم اللي الشعب المصري يقول لك انا رايح الجمعيه ورايح المجمع، يعني هو راح المجمع هو مصطلح اسم فقط، المجمع وليس الجمعيه، بيقول يعني رايح الجمعيه يعني اسم خفيف عليه يعني. ايوه لكن عندنا الجمعيات في مواقع العمل كثيره جدا على مستوى الجمهوريه ونشطه جدا وبتأدي دور هام جدا، يعني اهم معوق لنا في المرحله دي صدر حكم المحكمه الدستوريه سنه 2018 وقال ان الناس اللي في الشخصيات الاعتباريه ومنها التعاونيات اللي في مقر يسيبوا، طب يروحوا فين؟ يعني هو حضرتك بتقول ان في صدر حكم من المحكمه الدستوريه بتقول طبعا إن كلنا قناعه باحترام كل بنحترم القانون اجهزه الدوله الثلاثه منظمات الثلاثه اللي هي السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه، لكن احنا بنقول بعتنا المجلس النواب ومجلس الشيوخ ومجلس الوزراء والمخابرات وللرئاسه بنقول احنا مع الحكم بس اعملوا لنا قانون في مجلس النواب يرفع الايجارات الى اي حدا ممكن، يعني الى اي حد تراه انه مناسبا عشان الجامعات تستمر وترفع الايجارات. يعني حضرتك طلبت انه يترفع الايجار او توفير بديل؟ الايجارات، لان يا استاذ تامر مش ممكن تبقى الايجارات بالطريقه بتاعت الزمان، يعني اكيد حتى الايجارات بالنسبه للمستاجرين العاديين يعني اصبحت ارقام غير مقبوله، يعني فلازم يعني يعاد النظر في العلاقه. هو في قانون في مجلس الشعب من فتره، وهو استاذ سامر كان في الدوره اللي فاتت البرلمان اللي فاتت وفضوا الدوره من غير ما ينظروا فيه. نتمنى على مجلس النواب ان ينظر في هذا الموضوع مره اخرى وان يطلع قانون عادل يرفع القيمه الايجاريه عشان الملاك ما يظلموش. انا معهم يعني ما يظلموش، لكن يعني عشان تطرد الجمعيات طب هتروح فين؟ 3 مليون عامل هيشردوا في مصر. من وجهه نظر الاستاذ مجدي شايف حضرتك ايه الخطه المستقبليه للتعاونيات اللي انتوا رسمينها في الفتره اللي جايه لخدمه المجتمع؟ واحنا بالنسبه للحركه التعاونيه كانت عملت استراتيجيه 19 21 22 دي من ضمن الاستراتيجيه ان احنا نضاعف حجم الاعمال بتاعنا، ان احنا نوجد فرص عمل بديل للشباب بقدر كبير، نساهم في عمليه التنميه ودافع عمليه عجله التنميه في مصر، انشاء جمعيات في المناطق السكانيه الجديده العمرانيه الجديده التجمعات الجديده، لابد ان احنا ننشئ جمعيات تعاونيه تخدم المجتمع ده اللي هيبقى موجود فيه. كمان حضرتك ان احنا بنحاول نطور ونحدث الجمعيات التعاونيه بطريقه الاستخدام الذاتي زيها زي السوبر ماركت مثلا، الجمعيات الاستهلاكيه، بحيث انها تقوم بدور فعال ونشط وتخدم المواطن وتقضي على حلقات الوساطه. احنا من منهج الحركه التعاونيه انها تاخد المنتج من المنتج الى المستهلك بدون حلقات وساطه، فدي بترشد الاسعار في الاسواق وبتهذبها، وبالتالي انا بقدم للفرد او المواطن المصري خدمه او سلعه رخيصه وفي نفس الوقت بجوده عاليه جدا. في عندك معارض موجوده بتتبع الاتحاد العام بيبيع السلع او بيكون في موجود في سلع باسعار رمزيه؟ احنا لسه كنا بنتكلم مع الدكتور احمد عبد الظاهر قبل ما نيجي اللقاء، بنقول ان احنا عاملين معارض للمنتجات المنزليه، السلع المنزليه، ومنزلينها في الجمعيات التعاونيه الاستهلاكيه داخل مصالح حكوميه والشركات وبالتقسيط وبدون فايده ويعني باسعار رخيصه جدا على السوق.
طيب المواطن يستفيد من الخدمة دي ازاي، او بيستفيد بيها ازاي، او بتقدمها له ازاي؟ والجمعيات بتخدم اعضائها، هي انشات احنا عندنا 2547 جمعية ب 4000 فرع داخل قرى ونجوع الجمهورية، وده الدور اللي بتقوم به الحركة التعاونية، ولابد الناس تلاحظ العملية دي، الدور اللي كان اصول الدولة تقوم بيه احنا بنقوم بيه، وبنساعد الدولة في انها، لان المجمعات الاستهلاكية حتى لو كانت موجودة في مصر هي مجمعات داخل المدن الكبيرة والمحافظات، لكن الجمعيات التعاونية موجودة داخل قرى ونجوع الجمهورية، فبتخدم المواطن داخل القرية والنجع والمدينة والمحافظة. فاحنا بنعمل مجموعة معارض بتخدم أعضائها، وفي نفس الوقت خدمة غير الأعضاء، يعني لو أي حد تاني عايز ياخد السلعة ديت هي نفسها بتخدم الأعضاء وبتخدم غير الأعضاء. بتخدم غير الأعضاء، يعني هي معمولة بتخدم الأعضاء، هي بتقدم اللي خدمة للمجتمع، المجتمع بالكامل، بتقدم في نفس الوقت الخدمة للمجتمع بشكل عام، للمجتمع بشكل عام. احنا بنتكلم النهاردة وبنقول للسادة المشاهدين إن احنا عندنا معارض وعندنا سلع موجودة بأسعار رمزية وهامش ربح مفيش، يعني بسيط جدا، يعني هي مش هنتكلم باسعار رمزيه، اسعار ملائمه، يعني سلعه جيده بسعر مناسب، بسعر مناسب، يعني خاصه كل سنه وانتم طيبين، احنا داخلين على رمضان، كل الجامعات دلوقتي يا استاذ تامر بتعمل معارض بتجيب سلعه رمضان بسعر مقبول جدا، بسعر مقبول جدا، بسعر يناسب الجميع وجوده عاليه، وده اللي طلبوا مني فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي عند لقاء في قصر التحديه، طلب مني تشكيله من مجموعة من الخبراء زي ما قلت لسيادتك قبل ما ندخل، على رأسهم الدكتور سعد نصار والدكتور محمود منصور والدكتور حسن راتب والدكتور حافظ شلبي والدكتور أحمد خميس، عشان نعمل استراتيجية الحركة التعاونية 2030، وفعلا عملناها وبعتناها له في مارس 2017. مارس 2019. يسعدني ان انا ادي لسيادتك نسخه ملخص، ده شرف لينا، ده الملخص، يسعدنا طبعا للقناه، ملخص لهذه الاستراتيجيه اللي طلبها مني فخامه الرئيس، اتبعتت لفخامه الرئيس والمدير مكتبه والساده الوزراء ورئيس الوزراء وكل المسؤولين في الدوله. يعني احنا كل سنه وحياتك طيب، طبعا احنا قلنا ده شهر رمضان داخل علينا، واحنا قلنا الجمعيه كلها ابتدت انها تستعد لقدوم شهر رمضان إن شاء الله. في تنزيل طبعا الأسعار، والاسعار سلع بالاسعار المقبوله في جميع المحافظات، طبعا المحافظات موجود حاليا المعارض موجوده بتبيع جميع السلع. طيب لو رجعنا برضو لنقطه موضوعنا، ان حضرتك قلت احنا بنقول في مجلس النواب ان احنا نرفع الايجارات او نشوف بديل، يعني اعمل قانون يعني يرفع الايجارات الى الحد المقبول، الى الحد المقبول، يعني مش بقول اللي هيجي ضعف بتاع 1000 مره، يعني 100 مره بتاع 50 بتاع، يعني المهم الاقتصاديين اللي في مجلس النواب وفي مستشارين مجلس النواب يقدروا مع المستشار رئيس مجلس النواب ومستشار رئيس مجلس الشيوخ يعملوا دراسه ان نرفع الايجارات كام في الميه، 10% 20% 30%، عشان بس الجامعات ما تطردش، عشان يكون في برضو بين المالك وبين المستأجر علاقة مقبولة، علاقة مقبولة، في تراضي وفي حب كده بين الناس. يعني طيب احنا برضو عايزين برضو نعرف دكتور احمد من حياتك الخطة المستقبلية اللي حضرتك وضعتها ل 2030 في خدمة المجتمع في الفترة القادمة. ما هي مش انا اللي وضعتها، ده الخبراء اللي وضعوها. لا انا بتكلم بقى على التعاونيات، حضرتك خططت حضرتك ايه في الفتره اللي جايه ان انت تقدمه للمجتمع المصري. احنا زي ما قال زميلي الدكتور مجدي جورج ان احنا بنطور الجمعيات عشان تبقى في خدمه ذاتيه، يعني عم تامر يا استاذ تامر، عمليه اسلوب ان انا ادخل زي البقال واقول له اديني كذا جبنه كذا بتاع، لا، ادخل الجمعيه لها مطوره وبالخدمه الذاتيه، انا اللي انا عايزه واجي احاسب عند الكاشير. بل سيادتك نمرة اتنين، بنعمل تدريب للعمال اللي في الجمعيات ازاي التعامل مع الناس. انت عارف المثل عندنا طول عمرنا بيقول لك ايه، لاقيني ولا تغديني، اكيد مش كده، اكيد. فاحنا بنعلمهم ازاي يقابل اللي داخل يشتري من الجمعيه، يعني حتى بالابتسامه وتفضل، ويساعده اذا كان عايز يسال على سلعه معينه يجيبها له، بحيث ان فعلا نحبب الناس
في الجمعيات التعاونيه الاشتراكيه. طيب بالنسبه للثروه السمكيه احنا عارفين برضو ان التعاونات عندكم اي موضوع كويس جدا في المصايد وفي كفر الشيخ في بركه غليون وغير بركه غليون وفي شمال سيناء في البردويل، يعني بنحاول نعمل جهد مع الاتحاد التعاون الثروه المائيه ورئيسه رئيس الاتحاد التعاون الثروه المائيه اللي هو جيش. وانا قلت لفخامه الرئيس كده وانا لقائي معاه، قلت له فخامه الرئيس، رئيس اتحاد الثروه المائيه على بعد 100 متر من قصر الاتحاديه ورئيسه اللي هو جيش. تمام. يعني ممكن سيادتك تستدعيه يعني ويجي وينسق مع الدوله يعني. احنا سعداء طبعا ان حضرتك موجود معانا النهارده وسعداء بالدكتور مجدي، واحنا عارفين تملي ان احنا بنقول ان احنا جمعيه تعاونيه بنقف ضد الازمات، واحنا شفنا في الفترات اللي فاتت لما احنا اتكلمنا فيها ازمات كتير كانت حصلت في مصر من بدايتها من بدايه الثوره وبعديها كورونا وبعديها ازمات كتير موجوده في السلع وفي حاجات كتير، قدرنا نتصدى بقى لهذه الازمات ازاي يا استاذ مجدي؟ وبالنسبه لازمه السكر والرز حضرتك احنا يعني تصدينا ليها ومن خلال الجمعيات داخل المصالح الحكوميه والشركات، لان ده طبعا عشان ما يحصلش اي تسرب للسكر والحاجات زي كده، احنا خدنا كميات كبيره جدا من السكر ووزعناها بحيث ان انتشرت على مستوى الجمهوريه، ما بقتش في جمعيه تابعه داخل مصالح حكوميه او شركات ما خدتش، كل الجمعيات خدت وبالتالي الاعضاء كلها. بالنسبه لكورونا احنا تعاقدنا مع بعض الشركات بالنسبه للكمامات والكحوليات، كنا بننزلها باسعار ارخص من اي اسعار موجوده في الاسواق وبكميات كبيره جدا يعني، ودي اللي هذبت شويه حته الاسعار بتاعه الكمامات. العلبه كانت 50 واحده ب 150 جنيه وصلت ل 35 احنا كنا بنوزعها ب 38، الجمعيات تبيعها ب 40 جنيه، يعني الكمامه اقل من 80 يعني حوالي 80 قرش. والكحوليات وصلنا اللتر الكحول الايثيليني ل 70 الى 42 جنيه، كانت ارخص بكتير جدا الموجوده في الاسواق. فدي الحركه التعاونيه قامت وسدت في الحته دي كويس جدا. بالنسبه لازمه الزيوت وازمه الرز حضرتك وفرنا كل الامكانيات وكل الكميات للجمعيات، وبالتالي وفرت في كل بيت مصري مشترك في جمعيه تعاونيه ووصلت له السكر والرز والزيوت الكمامات الكحوليات. في رمضان احنا عاملين معارض اهلا رمضان في المحافظات، فده بيدي طبعا تهذيب للسوق والاسعار اقل من المحلات التجاريه، وبالتالي احنا بنحاول نساعد في اي ازمه موجوده او اي احتفاليه موجوده. طيب احنا نرجع تاني نروح للمؤتمر الصحفي اللي احنا حضرناه عند حضرتك هناك في مقر بس الاتحاديه. بس انا عايز اقول قبل ما نرجع للمؤتمر يا تامر بيه مع حضرتك، عايز اقول حاجه ان التعاون انا بقول له دايما في اللقاءات بقول لهم ايه، انا الدكتور مجدي وزملائنا ما بعناش سلعة جيدة بأقل من سعر السوق مش هنبيع. أكيد. يعني أكيد لازم يكون في سلعة جيدة وفي نفس الوقت سعر ملائم بسعر ملائم للجميع وأقل من السوق وإلا مش هنبيع يعني. وعشان كده يكون تعاوني. نطلع نشوف برضه المؤتمر ونشوف بقية تقرير المؤتمر ونرجع تاني مع السادة الزملاء. داخل الاتحاد العام للتعاونيات وتغطية خاصة للمؤتمر الصحفي المقام لنشر ثقافة التعاونيات ومدى تقدمه من خدمات والمعوقات التي تقابل التعاونيات في الاستراتيجية 2030. يسعدنا أن يكون معنا السيد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فندم، كل سنة طيبين. أولا احنا بنشكر حضرتك على هذه الدعوة الكريمة وأن ما تقدمه التعاونيات من خدمات جليلة تساعد الدولة وكذلك تساعد المواطنين في المواطن المصري والشارع المصري. بس كان حضرتك حضرنا مؤتمر او ملتقى قبل كده كان خاص بامتداد التعاونيات للقارة الافريقية بناء على التعليمات. هو الحمد لله يعني اثناء افريقي قدرنا ننشئ الاتحاد التعاون الافريقي وقبل الاتحاد التعاون العربي يعني، والحمد لله يعني استطعنا ان نستفيد من الاخوة الافارقة وهم يستفيدوا منا. وفي مؤتمر هيبقى في شهر 7 في العين السخنة عن التعاونيات الأفريقية وتصدير الأدوية والبتاع للدول الأفريقية. فالحمد لله يعني الاتحاد تأسس
وبدأ يمارس دوره. ويمكن في رمضان اللي فات بدأنا نتفق مع بعض الدول الأفريقية اللي عندها جزء من يميش رمضان واستعنا بهم يعني. فالتعاونيات برضو الحمد لله عايزين نعمل حملة لبعث إحياء الحركة التعاونية مرة أخرى، لأن أحيانا بتغيب عن ذهن الجمهور وعن المسؤولين أيضا. حضرتك النهارده دكتور احمد طرحت ارقام كبيره جدا في التعاونيات ومن يعملون في التعاونيات ومن يقدمون خدمات تعاونيه انتاجيه او استهلاكيه او زراعيه. معلش ناخد الرقم تاني حضرتك، رقم هذا الرقم كبير لسه. هو عندنا 12,000 جمعيه تعاونيه ما بين زراعي واستهلاكي وانتاجي وثروه مائيه واسكاني، فيها 18 مليون عضو وفيها 3 مليون يعملون في الحركه التعاونيه المصريه. 3 مليون أسرة. 3 مليون أسرة يا مان. أسرة حضرتك النهارده عرفنا برضو ان التعاونيات بترعى في بعض مشاريعها الانتاجيه، او التعاونيات الانتاجيه بترعى مشاريع الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، وهذه توفر فرص كبيره للشباب للعماله، وكذلك يقوم عليها اقتصاد دول كثيره. يعني انت عارف في الدول الكبيره زي الصين والمانيا الصناعات الصغيره والمتوسطه دي هي العمود الاساسي للصناعات الكبيره. فاساسيه جدا يعني. اولا احنا بنشكر حضرتك وبنتمنى قبول دعوتك لحضور برنامج معنا، برنامج اهل كايرو، فان شاء الله نرتب مع حضرتك وبنشكر حضرتك جزيلا. شكرا وشاكرين وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يكرمك يا رب يعني يكرمنا جميعا يا رب ان شاء الله. اشكرك جزيلا، شكرا جزيلا للدكتور احمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، ولقاء من داخل الاستوديو في اهل كايرو. أعزائي المشاهدين، من داخل الاتحاد العام للتعاونيات والمؤتمر الصحفي الخاص بتداعيات ومعوقات التعاونيات في عام 21، سعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء السيد اللواء عبد الوهاب أبو صفا نائب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. عايزين نسأل حضرتك النهارده، ما هو دور الاتحاد التعاوني الإسكاني في الدولة ومساعدة المنظومة في الدولة؟ الاتحاد التعاوني الاسكاني اللي هو تم انشاؤه بمقتضى القانون 14 لسنه 81، يعني مر على انشاؤه الان حتى 40 سنه. الاتحاد التعاوني الاسكاني بيضم تحت لوائه حوالي 4000 جمعيه اسكان منتشره على مستوى الجمهوريه جميع المحافظات. فيها جمعيات اقليميه بتبقى على مناطق محدده، وفي جمعيات فئويه اللي بتضم فئات معينه. الجمعيات دي يعني على مدار 40 سنة دول قدموا يعني خدمات جليلة، ووفروا أو ساهموا في قضاء على مشكلة كبيرة جدا بتواجه المجتمع، وهي توفير مسكن ملائم وبأسعار مناسبة. الجمعيات على مدار الفترة دي كلها استطاعت أنها توفر العديد من المساكن وتساهم في مشكلة اجتماعية كبيرة، وبتقدم، لأن الجمعيات دي ما بتهدفش إلى الربح، وبالتالي هي بتنظم التعاون ما بين الأعضاء اللي موجودين فيها، وبتوفر السكن بسعر مناسب جدا للي هم الأعضاء بتوعها، وبالتالي هي بتساهم في دور كبير جدا في يعني نهضة المجتمع وفي مواجهة المشاكل العويصة اللي بتواجه المجتمع. هسأل حضرتك النهارده، التعاونيات الاسكانيه لها استراتيجيه 2030 متوافقه مع استراتيجيه الدوله، تمام؟ ما هي الاستراتيجيه وما هي الخطط المقدمه من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي لمساعده الدوله ومساعده المواطنين المصريين في ايجاد مسكن ملائم وباسعار رمزيه؟ يعني الاتحاد من خلال الوحدات التعاون الاسكاني اللي هي الجمعيات التعاونيه في المرحله الحاليه بيأدي دور كبير جدا مع خطة الدولة، وخطة الدولة 2030. جمعيات الوقت في المدن الجديدة كلها اللي هي العاصمة الإدارية، العالمين، المنصورة، كل المدن الجديدة الآن الجمعيات بتلعب دور كبير جدا، وواخدة قطع أراضي بمساحات كبيرة جدا، وبتأدي الدور ده يعني هيوفر يعني أو بيساهم في خطة الدولة خلال المرحلة القادمة بدرجة كبيرة جدا. منذ صدور قانون المنظم للتعاونيات وهناك دستور 2014 وهناك قوانين مكملة وتشريعات جديدة، ما هي المعوقات التي تقابل ويتحداها الاتحاد التعاوني من أجل تقديم خدمات أكثر للدولة؟ الاتحاد التعاوني يعني بالتأكيد الحركة التعاونية الإسكانية بتواجه يعني بعض المشاكل اللي بعضها عويص. احنا القانون 14 81 اللي هو قانون الإسكان
بيفرض على اجهزه الدوله سواء المحليات او وزاره الاسكان ممثله في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده انها تخصص قطع اراضي من اللي بتطرحها للبيع للمواطنين او للمطورين العقاريين او للمستثمرين، تخصص نسبه منها للجمعيات التعاونيه للبناء والاسكان. والحقيقه يعني النسبه دي خلال الفتره الحاليه يعني بتشهد ضعف في النسبه دي الموجوده، وده طبعا بيخلي الجمعيات بتلجا الى اراضي المستثمرين او بتشتري الاراضي باسعار بالمزادات او بالاسعار المعلنه للمواطنين، وبالتالي ده يعني بيلقى عبء على الجمعيه انها بترفع التكلفه، مع ان هي جمعيات يعني بتضم فئات متوسطه او يعني فئويه محتاجه الى المسكن. فعدم توفير او عدم يعني اطلاع الدوله بالدور اجهزه بعض اجهزه الدوله انها تخصص قطع اراضي بالقدر المناسب ده احد المعوقات. الثاني الامر الثاني برضك اللي احنا لما بندخل فيه او الجمعيات الاسكان بتدخل تشتري اراضي من اجهزه الدوله بالاسعار المعلنه برضك مخالف للقانون، لان قانون التعاون الاسكاني بيقول والله ان تباع الاراضي للجمعيات التعاونيه باعتبارها غير هادفه للربح بتخفيض قدره 25%، ويجوز ان النسبه دي تزيد ل 50% بعد موافقه وزير الماليه يعني. فدي الحاجتين اللي هم يعني برضك بيعوقوا انطلاق الجمعيات التعاونيه لبناء اسكان عن انها تنطلق وتؤدي الدور الكبير اللي هي بتطلق به في حل المشاكل الاجتماعيه خاصه بالاسكان. السيد اللواء عبد الوهاب ابو صفا نائب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات للاسكان، نشكر حضرتك جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا اعزائي المشاهدين، ابقوا معنا وفي تغطيه خاصه من داخل الاتحاد العام للتعاونيات والتحديات التي تقابل وتواجه التعاونيات في استراتيجيه تشرين. اعزائي المشاهدين، نستكمل لقاءاتنا من داخل الاتحاد العام للتعاونيات والمؤتمر الصحفي الخاص بنشر الثقافه التعاونيه والتحديات التي تقابل التعاونيات. سعدنا ان يكون معنا الاستاذ حسام حنفي مدير عام الاتحاد العام للتعاونيات. اهلا وسهلا. اولا احنا بنشكركم على دعوتنا ودعوه برنامج اهل كايرو النهارده ان احنا نغطي معاكم هذا الحدث الهام، تمام. وعايزين نقول لحضرتك ان هناك استراتيجيه 2030 للاتحادات التعاونيه على مستوى التعاونيات بالكامل، ان كانت استهلاكيه او انتاجيه او زراعيه. عايزين نوضح اكتر عنها عشان نشر ثقافه بتاع التعاونيات. هي بالنسبه للاستراتيجيه دي زي ما اتفضل معالي الوزير الدكتور احمد ابزار كان طلبها منه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يعمل استراتيجيه للحركه التعاونيه 2030، وبالفعل عملناها وبعتناها لسيادته. وبالنسبه للتنميه بتاعتها سنويا زياده 10% من حجم الاعمال بتاعها سنويا لحد ما نوصل بيها لدرجة 100%، وده كله واضح في قلب الاستراتيجية. كان هناك مؤتمر سابق بتوجيهات بأن يكون هناك امتداد طبيعي للتعاونيات لامتدادنا الأفريقي وهو أفريقيا. حضرتك برضو ادينا نبذة عن امتداد تعاونيات لأفريقيا اللي قام بها الاتحاد التعاوني عندكم. كنا برضو تلقينا هنا برضو في الاتحاد العام للتعاونيات من فخامة الرئيس ان كان عايز برضو حابب ان يبقى في تعاونات افريقيه مصريه، وبالفعل بدانا على هذا الملف وانشانا الاتحاد التعاوني الافريقي، واحنا دعينا اكثر من 25 دوله افريقيه في ديسمبر 2019، وتم بالفعل تأسيس هذا الاتحاد. وطبعا ظروف كورونا جت حالت مننا ان احنا نطبق الامل على ارض الواقع، بس ان شاء الله بنامل ان موضوع ازمه كورونا دي تنتهي ونرجع للملف ده تاني باذن الله. الاستاذ حسام حنفي النهارده مع صدور دستور جديد 2014، مع النهارده رؤيه استراتيجيه للدوله المصريه، مع وجود تشريعات، ما هي المعوقات التي تعوق او ستعوق في الفتره القادمه الحركه التعاونيه؟ هي بالنسبه للمعوقات في ظهر حكم الدستوريه العليا اخيرا
بالنسبه للعلاقه بين المؤجر والمستاجر، فده طبعا هيشرد التعاونيات، مش هيبقى في تعاونات في مصر، لان معظم التعاونيات مؤجره من الادارات المحليه ومن الاوقاف ومن بعض الاشخاص الخاصه، فكل ده هيبقى في الشارع، واكتر من حوالي 12 مليون اسره هتشرد. فاحنا عايزين يعني الدولة تشوف يعني حل في الموضوع دوت، يا توجد بديل، يا يبقى في تشريع يحصل. بس يعني هناك في بتاع في الأجرة في القيمة الإيجارية ضعف 2 3 5، بس المهم ايه ان العمل يمشي، لان طبعا التعويض دي قديمة من ايام الزعيم عمر لطفي، من 1908 اول جمعيه اتعملت في مصر، جمعيه زراعيه في شبرا النمله سنه 1908، وبعديها جمعيه موظفي الحكومه في اسكندريه على البحر، برضو دي مهدده بالطرد، دي فيها حوالي 20 مليون ممكن تخسر 20 مليون جنيه خساره ليها. يعني هناك مناشده للجهات المسؤوله، ان كان مجلس النواب او مجلس الشيوخ او السيد رئيس مجلس الوزراء، بهناك مراعاه للتعاونيات لو هناك تشريع خاص بالعلاقه ما بين المؤجر والمستاجر. احنا بنطالب دوت من الحكومه ومجلس الشيوخ ومن مجلس النواب ومن فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان برضو فخامه الرئيس هو مهتم بالتعاونيات، بدليل ان هو طلب مننا استراتيجيه ليها وعملناها ليها 2030. فنفسنا يعني ان الحكومه توجد بديل للموضوع ده ان شاء الله باذن الله. استاذ حسام حنفي، مدير عام الاتحاد التعاون الاستهلاكي، اتشرفنا بحضرتك النهارده. الله يخليك يا فندم، ميرسي جدا. اعزائي المشاهدين، ابقوا معنا وفي الاستوديو واستكمال لقاءات للمؤتمر الصحفي الخاص بالاتحاد العام للتعاونيات ودوره المجتمعي الذي يقوم به، وبعض التحديات التي يقابلها في المرحله القادمه بخصوص التشريعات التي صدرت مؤخرا. ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير، وبنشكر الزميل الاعلامي الدكتور سيد محروس، وبنشكر ضيوفنا النهارده. الله يخليك، شكرا. سيدنا طبعا النهارده وحضرتك معانا دكتور احمد، فعايزين برضو يا دكتور احمد رساله اخيره للساده المشاهدين اللي بيشاهدونا والساده المسؤولين اللي بيشاهدونا، نقول لهم ايه؟ هو رساله اذا كانت للمشاهدين، بقول لهم ارجو مثلا على الفلاحين الالتفاف حول جمعيات الزراعيه، الصيادين يلتف حول جمعياتهم بصيد الاسماك، الحرفيين يلتفوا حول جمعياتهم الحرفيه، لان المفروض يبقى فيه ولاء وانتماء للجمعيات من اعضائها. اكيد. انما الاثنين بنقول رساله الى الشعب المصري، التعاونيات هي البديل الطبيعي لحل مشاكلهم. هي يعني البديل الطبيعي لحل مشاكلها في مجال الزراعه، في مجال صيد السمك، في مجال الحرفيين، في مجال السلع وحل مشكله الازمات في السلع، وفي الاسكان هي جمعيه تعاونيه اللي هي الملاذ لاي عضو انه ياخذ بسعر مقبول، سعر مقبول بسعر مقبول. وبرضه لو حبينا نتكلم برضه للساده المشاهدين ونعرفهم الخدمه والسلعه اللي موجوده حاليا عندنا هنا اهو بالاسعار المقبوله اللي حضرتك قلت عليها، نعرفهم يتوجهوا فين مقراتنا او يتوجهوا ياخدوا السلع بتاعتنا. كله عارف الجامعات التعاونيه الاشتراكيه فين، يعني موجوده في الاحياء في القاهره وغير القاهره، وفي الشركات الكبيره زي حلوان وغير حلوان، يعني كلها فيها جامعات تعاونيه اشتراكيه والعمال عارفينها، من عندنا المصانع الحربيه والحديد الصلب كله، غزل المحله، في جمعيات تعاونيه اشتراكيه. غزل المحله دي من الجمعيات الكبيره اللي تاسست سنه 36. طب ولو حبينا نوجه رسالتنا للساده المسؤولين، الساده المسؤولين بنقول لهم لوجه الله يعني الرأفه بالحركه التعاونيه، رأفوا بالحركه التعاونيه، وقفوا جنبها وساعدوها عشان تحل جزء كبير جدا من مشاكلكم كمسؤولين كوزراء او محافظين. يعني هو الامل في ربنا سبحانه وتعالى وفي وقوفنا بجانب الحركه التعاونيه المصريه في كافه المجالات، لانها بتساعد الاهالي اهالينا في حل المجتمع في كل ازماته. احنا بنشكرك النهارده دكتور، ربنا يكرمك.
والدكتور استاذ مجدي جورج، احنا عايزين نعرف من حياتك برضو لو حبينا نوجه رساله للساده المشاهدين اللي بيشاهدونا نقول لهم ايه؟ بنقول لهم ان الحاكه التعاونيه هي حاكه تقوم منهجها على التطوعيه، وانها بتقوم بتقديم خدمات للمواطنين على كافه افراد الشعب كله، بتقدم لهم وتوصل لهم السلع بجوده عاليه وسعر رخيص. موجوده الجمعيات ومنتشره على مستوى الجمهوريه داخل القرى والنجوع زي ما قلت قبل كده. حضرتك داخل مجمعات الشركات، احنا عندنا جمعيه غزل المحله بتخدم 23 ألف عامل، 23 ألف اسره، كيما بتخدم حوالي 8000 اسره، مصنع 99، كل المصانع كل الشركات وكل المصالح الحكوميه ده في موجود فيها جمعيات تعاونيه بتقوم بالخدمات ديت. وبنحاول ان احنا نعمل معارض عشان حتى للافراد العاديه داخل الشوارع. احنا بنعمل زي ما قلت لحضرتك ان احنا اهلا رمضان ده في جمعيات المحافظات بتعملها لكافه الشعب كله. بالنسبه للساده المسؤولين بنقول لهم يا ريت يحصل موائمه ما بين المالك والمستاجر، والجمعيات ديت بتقوم بدور الاصول الدوله هي تقوم بيه، هي بتساعد الدوله في الدور ده لانها منتشره على 4000، يعني زي التعاون الاستهلاكي 4000 منفذ، وده طبعا ده في حد ذاته توصيل الخدمه لجوه القريه وجوه النجع. فاحنا بنقول لهم الجمعيات ديت 90% من الجمعيات الموجوده دي كلها مؤجره، فيا ريت والله نظره عطف ونصب للجمعيات التعاونيه بحيث انها الجمعيات ما تقفلش والاسر العاملين ما تتشغلش بالنسبه لله، ونزود البطاله ان شاء الله. الساده المسؤولين اللي بيشاهدونا يكون باذن الله الفتره اللي جايه ايجاد حلول، ويكون في البرلمان ان شاء الله الفتره اللي جايه ايجاد قانون يرضي جميع الاطراف بين المالك والمستاجر، ويكون علاقه بينهم مقبوله، ويكون في علاقه حميمه بين ده الاتنين. انا يا استاذ تامر عايز اضيف على اللي قاله ده زميل الدكتور مجدي جورج. اتفضل. جمعيات المحلة مش 23000 عامل، 23000 عامل في الشركة، 23000 أسرة، لكن هي بتخدم كل مجتمع المحلة، كل مجتمع المحلة. إذا حد سمع منا على مدى 20 30 سنة في أزمة تعيش في المحلة، الجمعية التعاونية الاشتراكية لغزل المحلة عندها 10 أفران مغطية المحلة كلها في مثلا سلة العيش، سلة البوتاجاز، وبالتالي بتخدم مش 23000، بقى 23000 عامل لكن بتخدم كل مجتمع المحله، كل المجتمع كمان المحلي. بتقوم بانشطه خدميه كبيره جدا للجمعيه، بتنقل ابناء العاملين والافراد اللي هو كلياتهم بعيده عن المحله، بتنقلهم بمواصلات اللي بنها وكفر الشيخ واسكندريه وطنطا، بتنقلهم باسعار رمزيه، اسعار رمزيه بتبقى في نقل جماعي او في كل واحد يتمنى على ابنه وبنته ورايح الكليه وجاي من الكليه، يعني ما تتسربش كده ولا كده. احنا عارفين ان دايما في انجازات ودايما في خدمات بتقدموها للمجتمع المصري، ومزيد من النجاح دايما، وان شاء الله نشوف الفتره اللي جايه التعاونات بلا ازمات بلا معوقات، نشوف الفتره اللي جايه الدوله تتجه للتعاونيات بشكل بدعواتكم يا استاذ تامر ان شاء الله لخدمه المجتمع وخدمه المواطنين الموجودين فيه. واحنا بنشكرك النهارده يا دكتور احمد. العفو يا باشا، ربنا يشكرك النهارده يا استاذ مجدي، ربنا يخليك، ودايما بنقول لك والف سلامه ليك، يعني ربنا يخليك يا فندم، ودايما بنقول في كل حلقه اللي بيحب مصر يخاف على مصر، والى اللقاء في حلقه قادمه. شكرا يا حبيبي، شكرا يا حبيبي، شكرا يا حبيبي.